في وسط هتافات واحتفالات أقيمت في إحدى المدارس الأردنية، فتاة صغيرة تغيب زميلها أثناء أداء رقصة أو لعبة من ألعاب الاحتفال، وبينما هي تقف مرتبكة لا تدري ماذا تفعل، حدث مشهد ذكرنا بأخلاق الأنبياء، حيث صعد والدها خشبة المسرح متجها نحوها، وهنا قالت الفتاة: بابا شو أعمل؟ فقال لها: لا تخافي بابا أنا معك. وسد هذا الفراغ وجلس نيابة عن طفل صغير، وأكملت الطفلة رقصتها. لم يكن همه ما سيقوله الناس أو أن هذا العمل قد ينقص من قدره وهيبته، همه الوحيد كان إسعاد ابنته. فأنا نسيت الناس، نسيت المسرح، نسيت الجمهور، فأنا حاولت جاهدا قد ما أقدر أني أسعدها. يعني أول ما وصلت بتحكي كده: بابا طب شو أعمل؟ بقولها: بابا لا عاد أنا وجود معك، لا تخاف. يعني أنا نزلت مستوى أني صرت طفل عشان أسعد بنتي. يعني مشهد لطيف جميعنا سررنا به وسننساه بعد أيام، لكن هذا المشهد سيبقى محفورا في ذهن الفتاة طوال حياتها، وعندما تكبر وتشاهد هذه الذكريات ستقول من أعماق قلبها: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لم يأتي تعظيم قدر الوالدين في الشريعة الإسلامية من الفراغ، فهما من يفعل أي شيء لقاء فرحة أو ابتسامة تدخل على قلوب أبنائهم. جبل الله في قلبيهما غريزة العطاء بلا مقابل، الحنان بلا حدود، يستحيل أن تجد حبيبا أو صديقا أو أخا يتقبلك بجميع مساوئك مثل والديك، لذلك كانت الأحكام في برهما كفيلة بأن تدخلك الجنة أو تلقيك في النار.